الريكتانجلر ماركي او الماركي تول عموما هي اللاسو تول. اللاسو تول هي التول دي، ومجرد ما بتسلك التول وبتمشي بيها اشتغل فري هاند. يعني انا دلوقتي خدت اريا وعملت لها سيلكشن بشكل فري هاند، بدل ما كنا بنشتغل المره اللي فاتت مربعات ومستطيلات ودوائر، دلوقتي السيلكشن بقى فري هاند. لو انا عايز ازود السيلكشن بتاعي، اتفقنا قبل كده ان احنا هندوس الشيفت فتزيد الاريا بتاعت السيلكشن، لو عايزين نقلله هندوس الالت فتقلل معاه المنطقه بتاعت السيلكشن. اللاسو تول لو جيت تشتغل بيها بالشكل اللي هو الفري هاند ده، هتعمل سيلكشن مش مظبوط. لكن لو انت بتشتغل على شكل نفسه مش منتظم، هتساعدك قوي خصوصا لما تكبر وتبتدي تمشي على الحواف. لكن في تول تانية مع اللاسو تول اللي هي البوليجونال لاسو تول. البوليجونال لاسو تول بمجرد ما بتمشي بيها على خط، هي بتسيب الخط وراها وتمشي معاك كانها بنسل، فتبتدي تعمل بيها السيلكشن اللي انت عايزه. اوكي، في واحده تانية كمان معاهم اسمها الماجنتيك لاسو تول. الماجنتيك بتختار درجه اللون، يعني لو انا ماشي دلوقتي فوق اللون اللبني ده، هي نفسها بتختار درجه اللون. ولو انا عايز اساعدها في المكان اكليك، هتحط انكر بوينت، تمام، وهي اهي برده ما بتخرجش عن درجه اللون، فبتبقى مناسبه جدا ان انت تسيلكت بيها درجة ألوان مختلفة. تمام؟ برضو الاثنين اللي احنا شرحناهم اللي هما البوليجونال لاسو تول والماجنتيك لاسو تول، الاثنين في حتة البلس والماينس بتشتغل معاهم. التول اللي وراهم على طول اللي هي الماجيك ووند. الماجيك ووند تول بجد سحرية. الماجيك ووند ممكن انا اجي في مكان اكليك عليه فتسلكتي تعمل سيلكشن لدرجة اللون بس. رحت سيلكت درجة اللون. اوكي؟ معانا تول تانية اللي هي الكويك سيلكشن تول، والكويك سيلكشن تول لسه جديدة. لو أنا عملت سيلكشن هنا هي بتختار لي اللون، وزي ما أنت شايف إن هي ضافته على اللون تاني الماجيك ووند اخدته. الكويك سيلكشن تول او اللي هي الكويك سيلكشن تول اهي بتشتغل كانها فرشه، فاحنا ممكن نزود الدايمتر بتاعها، تمام كده، بص عملت ايه، اخدت جزء كبير قوي لان هي افترضت ان انا عايز اخد كل دول، ولو ضفت عملت كليك هنا برضه هتاخد المعاكس بتاعها. طبعا دي كتير قوي، فالافضل ان انت تخلي الدايمتر بتاعها صغير شويه، تمام، وبرضه بتقبل البلس والماينس. يعني دي ده السيلكشن العادي، انا هعمل كنترول ودي عشان ادي سيلكت كل اللي انا عامله، وه سيلكت بوينت فهو هيضيفها لي، تمام. لو هدوس الشيفت واروح اكليك في مكان تاني هيضيفها لي عليها، يعني مش هيعمل لها سيلكت وبس، لا ده هيضيفها لي عليها، هيبقوا سيلكشن واحد. شيفت تاني، اوكي، الت، افترض ان انا عايز اشيل الجزء ده بس، تمام. في حاجه تانيه كنت عايز اقول لك عليها مع الماجيك وون. الماجيك وون لو انت عملت سيلكشن لاريا زي دي، هي افترضت ان انت هتاخد الالوان دي بس. لكن لو عملت اون تشيك لكلمه كونتيجوس، وعملت تشيك هنا او عملت تشيك هنا، تمام، وغيرت التولرنس بتاعها مثلا ل 50، اوكي، وجيت عملت كليك تاني، طبعا هي واخده اللون لان هو سوليد، لكن بص لو هتلاحظ اخدت لونين ايه، اقرب لونين لبعض، تمام. يعني انا يمكن لو دوست في الاصفر هنا اخضر، بص اخدت اللونين دول لان هما شبه بعض. طب ندور على الاحمر كده، ما خدتش معاه حاجه، اللبني ما خدتش معاه حاجه، اوكي، اللبني اللي هو البترولي ده خدت معاه
اللون التاني. يعني هي تقدر لو انت مثلا بتسلكت لوحه فيها شجر وعملت كليك على شجره واحده، هيروح ياخد لك كل الشجر اللي موجودين. فانت اتاكد من حكايه التوليرنس، النسبه بتاعته خليها مثلا 10 بس، وشيل او اد الحته بتاعه الكونتيجوس. تمام كده، يبقى احنا فاضل لنا كمان الكروب تول. الكروب تول تول جميله جدا وسهله قوي، بتعمل حاجه صغيره قوي، احنا متهيألي شفناها قبل كده، جربناها واشتغلنا بيها. الكروب تول لو انت بتسلكت اريا كده، اوكي هنسلكت تاني عشان هو كان واخد السلكشن، اوكي هنسلكت تاني اهو، انا عملت سلكشن اهو. بمجرد ما بكليك اللي بيحصل ايه؟ ان هي بتقول لي ان الاريا دي هي اللي هتبقى الصوره والاريا دي هتبقى بره. طيب لو انا عملت كليك كده، اوكي بقت دي الصوره بتاعتي. في حاجه تانية كمان، ان احنا ممكن نمزج السلكشن مع الكروب. يعني انا لو اخترت ريكتانجلر ماركي او الاليبتيكال ماركي وعملت كده، اوكي وهروح على ايمج واقول له كروب، بقت دي الايمج بتاعتي. طبعا هو خد الجزء ده وخد الجزء ده، هو افترض ان انا دي الاريا اللي انا ممكن اعمل فيها كروبينج. التول اللي فاضله اللي هي السلكت تول اللي هي الكنايف، اللي هي دي اللي جواها سلكت تول والسلكت سلايس سلكت تول، دول خاصين بان احنا نقطع الصور عشان تتعرض على الويب، دي هنشرحها لوحدها. دلوقتي دورك، جا دورك ان انت تعمل شويه سلكشن وتجرب التولز دي وتجرب التولرنس وتجرب الشيفت والالت معاهم، واشوفك الدرس الجاي.